ناس كتير قاعدة عمالة بتفكر هو يعني ايه المجلس الاعلى للتعليم. طبعا ناس كتير دي معناها انه هيبقى فيه اكتر من اتجاه. في اتجاه هيبقى شايف المجلس الاعلى للتعليم ده باعتباره مهدد لآليات الجهاز التنفيذي واوضاعه، والبعض الاخر يبقى مش فاهم ومتشكك، والبعض الثالث هيبدأ يدخل فيما قد يطلق عليه احيانا الهبد او الفتي الى اخره. خلينا نفهم ايه هو المجلس؟ عايز ايه؟ هو الحقيقة إن مشروع المجلس أو فلسفة إنشائه هي توحيد السياسات العامة للتعليم في مصر والوصول إلى سياسات تعليمية تسهم في تلبية متطلبات سوق العمل. حلو. إذن ده هدف استراتيجي يجي من تحتيه بقى أكتر من 12 بند بنتكلم على تحليل قواعد البيانات، استخدام الأساليب الجديدة في التقييم وخلافه. الحقيقة إن المجلس فلسفته فلسفة جيدة جدا. يمكن النهارده دار في الجلسة حديث عن جودة المشروع، مشروع القانون، هل يلبي الفلسفة دي؟ هيقدر ينجح بالتشكيل أو بالصياغة اللي موجودة؟ ويمكن كان في سجال كبير جدا من النواب اللي كانوا موجودين، وحتى الدكتور ضياء رشوان تدخل والدكتور والمستشار محمود فوزي على فكرة التشريع. طب لو عدلنا الحاجات المتوافقة مع الدستور، هل نعمله مجلس قومي تبع المجالس القومية ولا نعمله هيئة مستقلة وهيئة رقابية؟ فكان في ديبيت في القصة دي. الحقيقة إن الخبراء معظمهم راح لفكرة إن إحنا لازم الأول نحط الاستراتيجية بتاعت التعليم ونحاول نحط مشروع قومي للتعليم، ويمكن ده فلسفة إحالته للحوار الوطني. لو احنا رجعنا لتأسيس 30 يونيو، دولة 30 يونيو، احنا خلصنا من مرحلة المؤسسات، كل المؤسسات تم بنائها، استقرار دستوري وتشريعي. اظن ان احنا الان في مرحلة بناء المشروعات الوطنية للهوية المصرية الجديدة واولها التعليم. عشان كده الرئيس يمكن ادى الفرصة في حوار مجتمعي كبير ان يتناقش موضوع المجلس، لان المجلس ده هيعيد هيكلة مشروع التعليم في مصر. ويمكن حتى زميل النائب علاء النهارده في كلمته كان حريص على فكره ان واحنا بنتكلم نخلي بالنا ان احنا عايزين تعليم متواكب مع التكنولوجيا، مش بنتكلم على قواعد تعليميه قديمه ما تتهدش لما وزير يمشي، احنا عايزين استراتيجيه وطنيه للتعليم. اظن ان احنا رايحين في هذا الاتجاه، ويمكن حصل توافق كبير جدا النهارده يمكن شبه اجماع على ضروره الموافقه على هذا المجلس وإنشاؤه. الاختلافات كلها كانت اختلافات في الصياغات القانونية، في تشكيل، هل تنفيذيين يبقوا موجودين ولا نشتغل بالخبراء أكتر، الموارد المالية بتاعته. يمكن احنا كنا بنتكلم، واحنا كان لنا الشرف النهاردة كأعضاء تنسيقية ان احنا كان عندنا خمس كلمات النهاردة من مختلف الأيديولوجيات، وكلنا كل واحد فينا كان بيتكلم من منطلق مختلف. يمكن احنا النهارده كنا بنتكلم ان المجلس ده لازم يبقى برئاسه السيد رئيس الجمهوريه. ده انا كنت لسه هقول لك، انا عايزه، انا يوسف المواطن ولا مجلس نواب ولا موزي ولا انا عايزه برئاسه الرئيس. انا اقترحت لك كده النهارده لكنك كنت معايا.